انطلقت اليوم في الإمارات أعمال مؤتمر الطاقة العالمي 24 أبو ظبي الذي يستمر حتى 12 من سبتمبر الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض. يعتبر المؤتمر الذي ينظمه المجلس العالمي للطاقة في إحدى العواصم أو المدن الكبرى حول العالم كل ثلاث سنوات أكبر تجمع عالمي لمواجهة تحديات الطاقة ورسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم، ويشارك فيه رؤساء دول وقادة قطاع الطاقة وأبرز الخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة قضايا الطاقة العالمية.